السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب جريد 3، وحشتوني جدا. معكم مستر طه الغيطي من قناة ذكي الحساب ماس. النهاردة هناخد ليسون مهم جدا وسهل جدا وممتع قوي. النهاردة هناخد حاجة، هناخد التايمز او الاور، هناخد الكلوكس. اتعلم ازاي النهاردة ان احنا نقرأ الساعة ونعرف الوقت، وبالمرة تخلي باباك يجيب لك ساعة عشان تعرف الوقت. يلا كده نبتدي الدرس، يلا بينا. طبعا يا ولاد احنا عندنا نوعين من الكلوكس، two type of clocks. عندنا في حاجة اسمها الانالوج كلوكس زي اللي قدامك ديت، وعندنا حاجة اسمها الديجيتال كلوك اللي هي ديت. ايه رأيك؟ جمال صح؟ يبقى عندنا حاجة اسمها الانالوج يعني بحركها اللي بتتحرك ديت، وعندنا نوعين من النوع التاني اللي هو بيتكلم او اسمها الديجيتال كلوك. الديجيتال عشان فيها النمبرز. هناخد النوعين طبعا وسهله جدا، بس عايز اقول لك على حاجه مهمه قوي. ايه هي؟ ما تقولش لحد. ان احنا عندنا هنا في الانال كلوكس عندنا هنا تو هاند، تو هاندز. الهاند الصغيره ديت اللي هي الريد ديت، دي اسمها اور هاند، اور هاند يعني ديت العقرب بتاع الساعات. اما الكبيره ديت دي اسمها الايه؟ minute hand، minutes hand اللي هي العقرب بتاع الدقايق. خلاص يبقى ديت اسمها ايه؟ minutes hand. والصغير دايما هو اللي يعتبر اسمه ال hour hand، hour hand. وطبعا كل ما ال hour hand بتحرك كل برضو ما ال minute hand برضو بتتحرك معاها. خلاص يبقى احنا عندنا هنا حاجة اسمها ال hour hand اللي هي الحمراء والصغيرة ديت، وال long hand ده اللي اسمها ال minute hand. اوكي مستر خلاص ماشي. طبعا احنا عارفين ان لما يكون هنا الكلوك هنا مظبوطه كده بتكون هنا اس 3 كلوك. طب كده اتس 4 كلوك. طب كده اتس 5 كلوك. اشمعنى؟ لان هنا اللي عند الاور بتاع الهاند هنا عند ال 5، و المينت هاند هنا عند ال 12، فبتكون الساعه 5 بالظبط. طيب لما اكون مثلا هنا 6 كلوك، طب لما اكون مثلا هنا 7 o'clock، ده لما يكون مثلا هنا 8 o'clock، ده بال 9 هنا 9 o'clock، هنا 10 o'clock، وهنا 11 o'clock. خلاص يبقى ديت عرفنا اول حاجه في التايمز اللي هي بتكون كده، بتكون ايه؟ 6 o'clock. طيب يا مستر عرفنا ديت. طيب لما بتكون هنا بقى عند مين؟ عند 3. عند مين؟ عند 3. عند 3 يبقى بتسميها ايه؟ اوه عند 3 دي يا ولاد اسمها كوارتر، كوارتر، كوارتر باست، كوارتر باست. ها معايا؟ كوارتر باست، كوارتر باست. نسيت اقول لك ان كل النمبرز من دولت اللي هي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، كل نمبر من دولت بيعتبر في 5 minutes، 5 minutes، 5 minutes. في ايه؟ 5 minutes، 5 minutes. وطبعا الاور كلها على بعضها فيها 60 minutes، 60 minutes، 60 minutes. خلاص يبقى كل النمبر من دول، تعالى تعالى كده شوف، ركز معايا كده. في هنا ان هنا المينيت هاند وقفنا هنا عند ال 5، شوف هنا عند ال 1 هنا، فهتبقى 5 minutes. طب نحركها كده عند الت عند ال 2 بقت 10 minutes. ليه يا مستر؟ ما احنا كل مرة بنعمل add more 5، كل مرة بنزود 5 minutes. طب ننزل هنا عند 3 15 minutes، طب ننزل عند 4 20 minutes، كل مرة بيزود 4 بيزود 5 اللي هو المالتيبل نمبر 5. اوكي فاهم لحد دلوقتي؟ يبقى كل نمبر من دولت 5 minutes، كل نمبر من دولت 5 minutes، كل نمبر من دولت 5 minutes. ما تقولش لحد. اوكي يا مستر. طيب اللي احنا هناخده النهارده او الجزء بتاع النهارده ان انا احط المينت هاند دي عند 3، فبتبقى اسمها كوارتر باست. اسمها ايه؟ كوارتر باست. اسمها ايه؟ كوارتر باست. اسمها ايه؟ كوارتر باست. اسمها ايه؟ كوارتر باست. كوارتر باست ايه؟ كوارتر باست 7. طبعا انت عارف هنا عند 3 بتكون 15 مينتس، 15 مينتس ما تنساهاش، هنحل دلوقتي. ولو قلت لك ما عرفتش تجاوب
هزعل منك. يبقى تاني كده، يبقى المينيت هاند بيكون عند 3 دي اسمها ايه؟ كوارتر باست. كوارتر باست ما تقولش لحد خالص خالص. يبقى دي اسمها كوارتر باست 7. طب تعالى كده شوف هنا كده كوارتر باست 8. طيب نحطها هنا عند الفور كده وكده، ها كوارتر باست 4، كوارتر باست 4. طيب نحطها هنا كده، ها كوارتر باست ايه 5. طيب نحطها هنا كده وهنا، ها كوارتر باست 1، كوارتر باست 1. طيب مثلا هنا كده وهنا كده، قول يلا، ها كوارتر باست 11، كوارتر باست 11، كوارتر باست 11، كوارتر باست 11. خلاص اول حاجه، خلاص 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 عرفنا، خلاص خلاص خلاص. طيب لما بتكون بقى هنا عند 3 بتكون كوارتر باست. خلاص يا مستر زهقتني، هتنساها؟ لا مش هنساها. طيب لو جبتها لك عند 9 تبقى برضو كوارتر، بس مش هتبقى باست. ما باست دي يعني و، هتبقى 2 كوارتر 2، كوارتر 2، ها كوارتر 2 تاني، كوارتر 2 تاني، كوارتر 2. يبقى هنا عند 3 كوارتر باست، جريتها اللي قدامها كوارتر 2، هنا كوارتر باست، وهنا كوارتر 2، ده هنا كوارتر باست، هنا كوارتر 2، هنا كوارتر، ها كوارتر باست، وهنا كوارتر 2. طب هنا كوارتر 2، ده كوارتر 2 صح؟ يبقى هنا كوارتر باست، كوارتر باست 11. طب هنا كوارتر 2، كوارتر 2، كوارتر 2 تاني، كوارتر 2 تاني، كوارتر 2، كوارتر 2. طيب خلاص الأخيرة بقى كوارتر، هنا هاف، هاف يعني نص الساعة كلها، نص أكلنا نص البيتزا على شكل دايرة، هنا تبقى هاف، هاف هاف باست 11، 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 هاف باست. طيب مثلا هنا كده هاف باست، هاف باست، هاف باست 7، هاف باست 7، هاف باست 7، هاف باست 7، هاف باست 7. يبقى نعمل إعادة من تاني. أول حاجة يا ولاد برضو عايز أقول لك على حاجة مهمة جدا، كل نمبر من دولت عنده مكان، have each room، each number has a room، each number has a room، عنده غرفة، عنده مكان له لوحده. عندك مثلا زي النمبر 1 ده، نمبر 1 ده المكان بتاعه، شوف ركز، ده برضو مكانه، الأوضة بتاعته، وده برضو الأوضة بتاعته، وده برضو الأوضة بتاعته، لحد كده ده مكانه، من أول هنا، من أول البوينتس دي لحد البوينتس دي، كل ده يعتبر المكان بتاع الوان، ملكه، شاريه، أيوه شاريه، لحد ما نوصل عند التو بالظبط كده. يبقى كده دخل في مين؟ في الروم بتاع التو، في الغرفة أو الأوضة بتاعت التو. طب التو المكان بتاعها فين؟ الروم بتاعتها فين؟ هنا كل ده من أول البوينت دي لحد البوينت دي، كل ده يعتبر تبع التو. امتى بقى نخش عند 3؟ الروم بتاع 3 لما يكون قصادها بالظبط كده، ده كده يبقى 3. يبقى انت لما تشوف الاور بتاع 3، مهمه جدا الحته دي، الاور بتاع 3، الاور 3 هنا، ده كده اور 3، برضو اور 3، 3 3 3 3 3 لحد البوينت دي برضو 3. طب لو دخلت عند الفور بالظبط كده تبقى 4 كلوك، تبقى 4 كلوك، خلاص تبقى 4 كلوك. طب هنا برضو 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 برضو، شوف كل ده، كل المسافه دي كلها بتاعت مين؟ بتاعت الفور. كل الديستنس ديت او البلانكس ديت او الروم ديت بتاعت الفور، اما ديت لما تدخل كده يبقى 5 كلوك، 5 كلوك، مهمه جدا. يبقى تاني هنا 7 اهيت،
كل المسافه دي كلها، ده الروم بتاعت السيفن. شوف كل ده بتاع السيفن، اول ما بتخش عند الات كده كده يبقى انت 8 كلوك. طيب برضو كده 8 كلوك 8 كلوك 8 كلوك 8 كلوك، هنا بقت 9 كلوك. خلي بالك عشان لما نيجي نحل، عشان ما يبقاش الموضوع صعب عليك، يبقى كده. طيب هنا 11 كلوك لانها تبع ال 11، لسه ما دخلتش عند ال 12. طيب هنا كده 8، طيب كده كده 10، طيب كده 2 لان لسه ما دخلتش عند 3. طيب كده ها، عند ال 8 ولا عند ال 9؟ عند ال 8 ولا عند ال 9؟ هي تبع ال 8، تبع ال 8 الروم بتاع ال 8، لسه ما دخلتش عند ال 9. طيب كده 11، طيب كده ها ال 10 ولا ال 9؟ لسه ما دخلتش عند ال 10، يبقى دي تبع ال 9. ده كل ده الروم بتاعت ال 9. خلاص، مهمة قوي 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 قوي. يبقى احنا قلنا هنا لما بتكون المينيت هاند بتكون عند 3 بتكون كوارتر باست وبتكون فيها 15 مينيتس، اما لما بيكون عند ال 9 بتكون كوارتر 2 وبيكون المينيتس بتاعتها بتكون 45. طب لما بتكون عند 6 بتكون هاف باست، هاف باست، هاف باست، باست وبيكون فيها 30 مينيت، 30 مينيت. تعالوا كده يلا نبدأ نحل في كتاب المعاصر. هنا اهوت عايزين نكتب الاول الديجيتال كلوك وبعد كده نكتب الانالوج كلوك. هنا طبعا زي ما قلت لك هنكتب هنا الاور وهنكتب هنا الايه المينيت. هنا عند 7 وزي ما قلت لك هنا عند 3، فهتكون هنا ايه 15، 3 ب 15 مينيت. طيب هنا هتكون هنا طبعا ممكن تحط هنا زيرو ورا عشان يبقى ايه 2 ديجيتس، ومش لازم. هنا الاور هاند، الاور هاند عند مين؟ عند 2 ولا عند 3؟ عرفنا من شويه عند مين، ها عند 2 لان عند الروم بتاعت ال 2. حتى شوف المسافه ديت، دي الروم بتاعت ال 2، هتكون هنا 2. وبعد كده هنا هاف، هاف، هاف ب 30 مينيتس. طيب تعال ننزل تاني كده، اوه 6 o'clock، it's 6 o'clock 6 وده دبل زيرو، تكون الساعة 6 بالظبط. طيب هنا، هنا هتكون فين؟ هتكون عند مين؟ هنا، هنا لسه ما دخلتش عند الـ عند الـ 5، لسه ما دخلتش عند الـ 5. حتى بص كده هتلاقي اهيت، شوف ده يعتبر تبع الروم بتاعت الـ 4، فهنكتب هنا 4. وأما الـ 9 هنا طبعا لسه قايلك من شوية كوارتر 2، كوارتر 2 يبقى 45. 45. نشوف تاني، نشوف تاني الاور هاند اهيت، الاور هاند هنا عند مين؟ هل يا ترى عند مين؟ ها عند 9. وهنا 3 كوارتر، هتكون 15 مينتس، 15 مينتس. طب هنا 12 كلوكس، 12 وهنا دبل اي 0، 12 ودبل 0. اوكي طيب لما يجي هنا بيقول لي بقى عايزين نكتب الباقي ايه الكلوك. هنا بيقول لي طبعا زي ما قلت لك دي 7 وهنا 15، هتبقى كوارتر ما دام 15 كوارتر باست، كوارتر باست 7، كوارتر باست 7، كوارتر باست 7، كوارتر باست 7. طب هنا، هنا 30، هنا هاف، هتبقى هاف، اتس هاف باست، هاف باست ها 2، هاف باست 2. طيب هنا اتس 6 كلوك، اتس 6 كلوك. هنا هنكتب طبعا هنا عند 9 هتبقى كوارتر 2، هتبقى كوارتر A 2، كوارتر A 2. وانت بتكتب اكلوك ولقيت هنا عندك كوارتر 2، هنزود هنا على ال 4 دي ب 1 هتبقى 5 اكلوك. يبقى اتس كوارتر 2 5، يعني معناها اتس 5 اكلوك بس كوارتر 2، يعني الا ربع، لسه ما وصلتش عند الخمسة، عند الساعة 5 بس. احنا بنقول ايه الساعة 5 بس الا الربع ده، الكوارتر ده، خلي بالك. يبقى انا اقول له هنا اتس كوارتر 2 زي ما احنا اتفقنا، وما هتم ما دام هتكتبها بالوردز او بالليترز، هنا هتزود هنا 1 على الفور دي، هتزود هنا 1 كانها تقول ايه 5، هتكملها انت من عندك. هنا اتس 9 وهنا كوارتر 15، يبقى اقول له هنا كوارتر باست، كوارتر باست 9، كوارتر باست 9. طب هنا اتس 12 كلوك، اتس 12 كلوك.
طبعا الفيديو ده طويل شوية بس وحلينا احنا جزء بسيط، بس علشان الدرس ده مهم جدا وكان يهمني ان انت تفهمه. هنكمل ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية، واشوفك اخر بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشوني جدا.